الله الرحمن الرحيم. انا اسمي حسين كمال. انا كان عندي مشكله برضه مع مدير الايمان بتاع الفلوس العام، تمام، مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل والله العظيم ان انا خالتي راح قالت لي كده، فوديت راحت معايا كاختها عادي يعني، فراحت بعد ما غسلوا كل حاجه تمام، بتفتح باب الاسانسير، فبالطبيعي ان احنا الناس اللي بنطلع الاسانسير بتفتح باب الاسانسير بتلاقي الاوضه بتاعت الاسانسير موجوده عشان تنزل الدور الارضي، بتفتح حاطط رجليها ونزلت على طول من الدور الرابع للدور الاسانسير على ظهر الاسانسير من فوق. هو في الدور الارضي؟ هو في الدور التاسع وهي واقفه في الدور الرابع على ظهر الاسانسير. عملنا الاشعاعات، عملنا كل حاجه دلوقتي يعني مبدئيا كسر في العمود الفقري. طب عمل حول، عملت محاضر؟ عملنا محضر تمام الحمد لله كنت عارف. يعني مين اللي حاسب؟ حاسب مين؟ هسأل مين في الكلام ده كله؟ انا عايز اسأل حد. طب انت حبيتوا تنقلوها في مكان تاني؟ حبينا ننقلها دلوقتي في مكان تاني، قال لك لا الاستاذ مش هينفع يطلع الا بتقرير من المستشفى ان هي الحاله مستقره. بس هي الحاله مستقره ازاي؟ الحاله مش مستقره.